ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. صديق العصافير، الحلقة الأولى. في حي يعقوب المنصور بالرباط لم يكن المختار باموسى رجلا نكرا. من من سكان حي يعقوب المنصور لا يعرف المختار مربي الطيور؟ الذين تعاملوا معه وجلهم من عشاق الطيور المغردة يقدرون خبرته في تربية الطيور وتدريبها وتلقينها التغريد، بل إن مجال خبرته يتسع إلى علاج المريضة منها، فضلا عن قدرته على جلب الطيور النادرة. باختصار، كان المختار باموسى ذو 35 عاما يجلب الطائرة، يدربه، يبيعه، وإذا مرض يعالجه فيما يشبه خدمة ما بعد البيع. الذين يعرفون المختار قبل أن يصبح رب محل بيع الطيور المعروف في يعقوب المنصور يذكرون المختار الطفل اليتيم. الذين كانوا الأقرب إلى محيطه يتذكرون والدته، تلك الأرملة المكافحة التي كانت تعمل نهارها في البيوت لتعود إلى المختار وحيدها في المساء، وقد حملت إليه ما كانت تشتهيه نفسه من حلوى وملبس. كانت المرأة قد عقدت العزم منذ أن ترملت على أن لا يحس ابنها باليتم، وإذا كانت قد نجحت في توفير المأكل والملبس والصدر الحنون لابنها، فإن غيابها الطويل عن البيت لم يمكنها من مواكبته في دراسته، ولذلك لم يتمكن من الحصول على شهادة الدروس الابتدائية. انقطع عن الدراسة وهو في 11 من عمره. لحسن حظه أنه غادر المدرسة وقد اكتسب حظا من القراءة والكتابة باللغتين العربية والفرنسية. منذ صغره كان المختار يهوى تربية الطيور المغردة، وكان له في البيت عدة أقفاص تأوي عددا منها، بل إنه كان قد اشتهر بين أقرانه ببيع الطيور المغردة وصيدها. كان منزله يقع غير بعيد عن سوق الجوطية، حيث كانت تعرض أشياء مختلفة ومن ضمنها الكتب المستعملة. مكنه ما لديه من إلمام بالقراءة والكتابة من أن يطلع على كتب كثيرة تعنى بتربية الطيور صادفها في الجوطية. في الحقيقة مكنته مطالعاته من أن يتخذ لنفسه سبيلا في عالم الطيور. بعد سنوات اشترى آلة تصوير ومنظارا مكبرا. خلال فصل الربيع كان يقصد الغابات المجاورة للرباط، يراقب الطيور المهاجرة التي تتوقف في تلك الغابات للتوالد أو لاستجماع قواها لإتمام الرحلة إلى الجنوب. كان يقلد أولئك العلماء الذين يراهم في الأفلام الوثائقية، وكثيرا ما عاد من الغابة بطائر يحمل في ساقه خاتم منظمة أو مؤسسة أبحاث، وكثيرا ما كان يسلم الطائر لقاء مكافأة. تعود المختار لما يذهب إلى الغابة أن يعتلي الأشجار حتى يتمكن من مراقبة تامة للطابق العلوي من الغابة. في المراحل الأولى كان كثيرا ما يقع بصره على أشياء تجري أسفل أشجار الغابة، أناس كثيرون كانوا يحسبون أن لا أحد يراهم وهم يقومون بما يقومون به. مع مرور الوقت لم يعد المختار يأبه كثيرا لما يجري أسفل الأشجار، ولكن في 25 من مارس من العام 10 و2000 كان المختار في غابة الهرهورة، تسلق شجرة شامخة
لم تكن تبعد كثيرا عن الطريق المعبدة. اختار المكان لقربه من البحر. في ذلك اليوم كان يريد مراقبة طيور قادمة من جهة المحيط الأطلسي. كان ذلك بعيد الفجر، كانت الشمس تهم بالشروق. فجأة مزق صمت المكان هدير محرك سيارة رباعية الدفع. رآها المختار وهي تتقدم. توقفت على جانب الطريق ونزل منها رجلان، كانا يحملان كيسا أبيض. كان المختار يراقبهما من عل، لم يفطن إلى وجوده. كان ملبسه ينسجم تماما مع الأغصان المورقة. أتى أحد الرجلين بفأس ثم أخذ يحفر أسفل الشجرة. أخرج المختار كاميرته وبدأ يصور المشهد. في لحظة ركز على وجهي الرجلين ثم على السيارة على لوحة تسجيلها. لما انتهى الرجل من الحفر جاء الثاني بالكيس الأبيض ثم واراه الثرى. تعاون على ردم التراب. كان المختار يصور. اختفى الكيس الأبيض تحت التراب. أخذ أحد الرجلين المعول ثم هرول نحو السيارة. أدير المحرك ومزق هديره مرة أخرى سكون المكان. لما غابت السيارة وراء المنعطف أوقف المختار التصوير. نزل من الشجرة، توجه إلى الحفرة ونبشها حتى بلغ الكيس الأبيض. كان الكيس يحتوي على جثة رضيع حديث الولادة. أعاد المختار ردم التراب، وعلى جذع الشجرة وضع علامة ليذكر المكان. اعتلى الشجرة من جديد، حاول أن يعود إلى متابعة ما كان يجري في عش قريب، ولكن هدير المحرك كان قد دفع بالطائر إلى الابتعاد. تزاحمت الأسئلة في ذهن المختار. ترى لماذا دفن الرجلان ذاك الرضيع في هذا المكان؟ ومن يكون الرضيع؟ في الواقع ما شاهده استفز فضوله. عاد المختار في المساء إلى منزله، وكان قد استقر رأيه على النبش في هوية الرجلين اللذين صورهما في الغابة. استعرض الشريط، سجل الأرقام التي كانت تحملها لوحة تسجيل سيارة. كان له صديق من عشاق الطيور المغردة يعمل في وزارة النقل. طلب منه أن يأتيه بهوية مالك السيارة الرباعية الدفع. خدمة بسيطة. في الغد جاءه صديقه بهوية الرجل، اسمه سمير أبو القواسم، ويسكن في ديور الجامع بحي الحبوس بالمنزل 251. كان المختار في تلك الأيام يجتاز فترة حرجة، فقد كان بحاجة إلى بعض المال لإنعاش تجارته وترميم محل سكناه، ولذلك فكر في مساومة الرجلين عسى أن يحصل منهما على المال. لم يكتفي المختار بتسجيل اسم وعنوان صاحب السيارة الرباعية الدفع، بل إنه قام بزيارة معاينة ميدانية. تربص غير بعيد عن باب المنزل 251 في حي الحبوس. بعد حين خرج من الدار أحد الرجلين اللذين رآهما في غابة الهرهورة. توجه الرجل إلى المرآب، ثم بعد دقائق خرج على متن سيارة. كانت هي السيارة الرباعية الدفع التي رآها في الهرهورة. توقفت عند باب الدار. خرجت امرأة شابة كان يبدو بها سقم، كانت حزينة فيما يبدو. ركبت ثم انطلقت السيارة آخذة وجهة وسط المدينة. قفل المختار عائدا إلى بيته. بدا أن الفكرة قد اختمرت ونضجت في مخيلته، وما عليه الآن إلا أن يباشر التنفيذ. في البيت أخذ ورقة وقلما وبدأ يسطر رسالة. كان مخاطبه سمير أبو القواسم مالك السيارة الرباعية الدفع. اعتمد المختار في صياغة تلك الرسالة على التهديد، إما أن تدفع وإلا فضحت ما رأيته في الهرهورة وكشفت قبر الصبي. وضع المختار في حسابه احتمال تجاهل رسالته أو أن لا يأخذه الرجلان مأخذ الجد، ولذلك أرفق الرسالة بصور للرجلين سمير أبو القواسم وصاحبه وصورة للقبر الصغير. فهل سينجح في ابتزاز الرجلين وقد كشف عن أدلة إثبات يصعب دحضها؟ ذلك ما سنعرفه غدا.
ملفات بوليسية.